أصالة تهدي طارق العريان هدية في عيد ميلاده، وطارق يرد. لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تضج بخبر زواج الفنانة السورية أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن، وكانت المفاجأة الكبرى إعلان أصالة خبر زواجها نهار عيد ميلاد طليقها المخرج الفلسطيني طارق العريان، فاعتبر الجمهور تصرفها إشارة واضحة في سبيل مضايقة طليقها وإثارة غيرته بشكل أو بآخر بسبب الأزمات النفسية التي مرت بها أصالة بعد طلاقها منه. واعتبر الجمهور أن إعلان الطلاق هو هدية مسمى من أصالة لطارق العريان الذي خانها مع عشيقته الموديل نيكول سعفان، وأنها رغم زواجها لم تنسى أبدا ما فعله بها وكيف اكتشفت الأمر عبر رسائل نصية وفويسات مخلة عبر واتساب من نيكول إلى طارق. بعد هذه الهدية غير المتوقعة قرر طارق أن يرد على طريقته الخاصة، فقام بحذف متابعته لأصالة على الإنستغرام حيث كان لا يزال يتابعها رغم الانفصال والطلاق، لكنه قرر إلغائها تعبيرا عن الغضب الذي اعتراه عند تعمدها إعلان زواجها يوم ميلاده، وطلب من عشيقته نيكول سعفان أن تنشر احتفالهما بعيد ميلاده حتى يثير غضب أصالة من جديد.